من أكبر التحديات اللي نواجهها هي محاولة مطابقة لون وشكل التركيبات بالأسنان الطبيعية، كما في هذه الحالة اللي أنجزناها مؤخراً في دازل وحبيت أشارككم نتيجتها. شكوى المريض الأساسية كانت عن وجود حركة في تاج صناعي مثبت على السن القاطع العلوي الأيمن واختلاف لونه عن الأسنان الطبيعية. استعنا في تنفيذ العلاج بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام فلتر خاص لتحليل لون الأسنان، وعلى أساس ذلك تم بناء التاج البديل في معمل دازل، وحصلنا في النهاية على تطابق تام ونتيجة مرضية بالكامل عند المريض، وبذلك حققنا رغبة المريض دون اللجوء إلى علاجات جذرية مكلفة وغير ضرورية كالفينيرز على سبيل المثال لعموم الأسنان. كان معكم دكتور صالح عبد العزيز الرويح، استشاري تركيبات وتجميل وزراعة الأسنان. حياكم الله في دازل.